أيضا تسأل عن كيفية صلاة الضحى وعن وقتها وعن عدد ركعاتها وعن أهميتها، جزاكم الله خيرا. كذلك صلاة الضحى وقتها ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السنة، وكل ما تأخرت فهو أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، أي حين تنزل حرارة الشمس على الأرض، وذلك آخر الضحى. وأما عدد ركعاتها فأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات. وأما صفتها أو يصليها مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. جزاكم الله خيرا.